من بعد 49 سنة و23 بطولة، أخيراً تحقق الحلم الكبير. وطبعاً البحرين هي اللي دعت ليقع. قرار رائع من محمد جاسم مرهون ينفرد. حياكم الله في ذاكرة الأحمر. تعد بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم أهم البطولات الإقليمية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، وأكثرها استمرارية وزخم جماهيري وإعلامي وأهمية عند المشاركين فيها، مما ساهم في تطورنا إحنا جميعاً في منطقة الخليج على صعيد المستوى الفني والمنشآت الرياضية وتنظيم البطولات وكل ما يتعلق بمنظومة كرة القدم. هذه البطولة اللي تشوفها الجماهير الخليجية وكأنها المونديال الخاص فينا، انطلقت من البحرين سنة 1970 بمشاركة 4 فرق فقط، وهي البحرين والكويت والسعودية وقطر. وسجل فيها أحمد بن سالمين رحمة الله عليه أول أهدافه عبر التاريخ في مرمى قطر، قبل لا يضاعف حسن زليخ النتيجة وتنتهي أول مبارياتها بفوزنا 2-1. ومن بعدها تعادلنا سلبياً مع السعودية ودخلنا مباراتنا الحاسمة مع الكويت واللي كانت بمثابة نهائي البطولة. وقبل انطلاق هالمباراة النهائية خسر منتخبنا خدمات حارس محمد أحمد للإصابة، وكانت الصدمة أكبر في دقائق المباراة الأولى بعد ما تصادم مدافعنا سعيد العبادي مع حارسنا يوسف المالجي وأصيب الاثنين وغادروا الملعب. منتخبنا تأثر بهالغيابات فنياً ومعنوياً وخسر المباراة 3-1 أمام الكويت، واكتفى بوصافة النسخة الأولى اللي توج بطلها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. النسخة الثانية من هالبطولة اللي أقيمت في الرياض سنة 1972 كان وقتها لازال مدربنا المصري حماد الشرقاوي على رأس الجهاز الفني لمنتخبنا. في هالبطولة كان في حدث مختلف بالنسبة لنا، لما انسحبنا من المباراة الأخيرة في مواجهة السعودية احتجاجاً على حكم المباراة اللي طرد لاعبين 2 من منتخبنا، فكانت النتيجة شطب نتائجنا في هذه النسخة. هذه الدورة حدث مهم جداً كان ممكن أن يؤدي إلى انهيار دورة الخليج خاصة وأنها الدورة الثانية، فقد انسحب المنتخب البحريني من الدورة، وطبعا البحرين هي اللي دعت لإقامة الدورة ونبتت الفكرة منها، لكن منتخب البحرين انسحب أمام المنتخب السعودي. فيه من انسحاب الأشقاء للمنتخب البحريني كاد، وأقول كاد، أن يفسد الدورة. بعدها ابتعدنا عن منصات هذه البطولة لغاية النسخة السادسة في الإمارات سنة 1982، لما حققنا الوصافة للمرة الثانية في تاريخنا بقيادة المدرب البرازيلي سيباستياو بفوزنا على عمان 4-1، وعلى الإمارات 3-2، وعلى قطر 1-0، وتعادلنا مع السعودية 2-2، وخسارتنا فقط من البطل منتخب الكويت 2-0. توصل المباراة الآن مع حصل خليل الشويعر، خليل الشويعر بيضة الله! جول خليل الشويعر! هذه عادة بريتا إلى صلبوخ لكرة قصيرة، حصل خليل الشويعر وحطها في الجول محرز هدف التعادل. البرازيلي سيباستياو ترك قيادة منتخبنا في سنة 1984
وياو عقبة الإنجليزيين كيث بوركنشاو وروبي ستيبني، والتونسيين عبد المجيد الاشتالي ومحمد العربي الزواوي، والبحرينيين عدنان أيوب وسلفان شريدة، والألماني أولي ماسلو، لغاية ما جاءت سنة 1992 ورجع الاتحاد وتعاقد مع البرازيلي سيباستياو مرة ثانية، وكان أول استحقاق له هو بطولة خليجي 11 في الدوحة، ورجع منتخبنا في هالبطولة وحقق الميدالية الفضية بقيادة المدرب البرازيلي بفوزنا على السعودية 2-1. عبد الرزاق محمد حسن خلفان حطها سمع عليها دربكة داخل خط الستة ياردة طلعت من خط وعلى عمان 3-0. على الكويت 1-0، خسارتنا من الإمارات 2-0، ومن البطل منتخب قطر 1-0، واللي كسر لأول مرة احتكار الكويت والعراق لكأس الخليج. جول سمير محمد، سمير محمد هدف مبكر في الدقيقة الثانية لمنتخبنا، في الدقيقة الثانية من الشوط. فائز بالمركز الثاني منصة التتويج منتخب دولة البحرين الشقيقة. وفي خليجي 16 في الكويت كنا في أقرب وقت لنا لتحقيق هذه البطولة بقيادة الكرواتي ستريتشكو يوريتش، فبدأنا مشوارنا بتعادل سلبي مع قطر، وبعدها فزنا على اليمن 5، وعلى الكويت 4، وعلى الإمارات 3، وعلى عمان 1-0، لكن خسرنا مباراة واحدة بس من منافسنا الأبرز المنتخب السعودي واللي كلفتنا البطولة وخلتنا نكتفي بالفضية الرابعة في تاريخنا. ومن الكويت لين ما رجعت لها البطولة مرة ثانية بعد 14 سنة، وبالتحديد في خليجي 23 اللي أقيم بنهاية سنة 2017، ما حققنا أي شيء يذكر، وكانت كل مرة تنكسر أحلامنا في نص النهائي وما وصلنا حتى للمباراة النهائية بعد ما صارت البطولة في هالفترة بنظام المجموعتين، فاستمرت العقدة وتمت البطولة تعاندنا في كل مرة، وإحنا اللي ملينا من وصافتها وحققنا برودزيتها 6 مرات، لكن ليه الحين ما وصلنا لذهبها؟ الكرة البحرينية رغم مرور السنين ونعم تأتي صافرة الختام، السنوات طالت والأيام طالت والحلم البحريني ما زال مستمر لتحقيق لقب كأس الخليج. متى يأتي ذلك اليوم ليستطيع منتخبنا أن يفرح الجماهير البحرينية بكأس الخليج؟ فيات البطولة اللي بعدها في قطر سنة 2019 واللي أعلنت الدولة المنظمة عن تنظيمها ب5 فرق فقط بنظام المجموعة الواحدة بقيام السعودية والإمارات والبحرين، وتم إجراء القرعة للبطولة اللي بتنطلق في نهاية نوفمبر، لكن في نص الشهر نفسه أعلنت الدول الثلاث عن مشاركتها في خليجي 24 في وقت كان في منتخبنا مسافر لهونغ كونغ لخوض مباراة هامة في تصفيات كأس العالم 2022. تلقى لاعبينا الخبر قبل هذه المباراة بيومين بس، لكن منتخبنا وقتها كان يمر بفترة ممتازة على الصعيد الفني تحت قيادة مدربنا الجديد البرتغالي هيليو سوزا اللي كسر عقدة البطولات وحقق لنا أول كاس في تاريخنا في شهر أغسطس بفوزه ببطولة غرب آسيا في العراق، واستمر معاه زخم النتائج الإيجابية والمستويات القوية اللي قدمها الأحمر تحت قيادته. فلعبنا مباراة التصفيات اللي في هونغ كونغ وانتهت بالتعادل السلبي، ونفس النتيجة تكررت في الجولة اللي بعدها ب5 أيام في الأردن في مواجهة المنتخب العراقي.
ومنها طوينا صفحة تصفيات كأس العالم ورجعنا للبحرين على أساس نسافر بعد 4 أيام للمشاركة في بطولة خليجي 24. جرت العادة بطولة الخليج يعني لها ظروفها الخاصة. صحيح المشاركة جت مفاجأة طبعا لخبطت أوراق المنتخب الأول، لكن طبعا إحنا فريقنا والله الحمد مستعد، ما زال في مشوار التصفيات. يعني لو فرضا ما كنا في مشوار تصفيات شو بقول لك، يعني أربكة استعداداتنا، ولكن الفريق جاهز والله الحمد. بالنسبة حق كأس الخليج بطولة صعبة، كل سنتين يعني تكون صعبة، المستويات متقاربة بين المنتخبات. إن شاء الله نطمح نطلع بدأ طيب ونتيجة طيب إن شاء الله فيه. نفس ما شفت ما حتوقع أن احنا نشارك في بطولة كأس الخليج، بس إن شاء الله احنا بنكون موجودين في البطولة. وفي ليلة السفر لعب نادي المحرق مباراة هامة أمام نادي الاتحاد السكندري المصري ضمن دوري أبطال العرب، وفيها أصيب نجم منتخبنا الوطني إسماعيل عبد اللطيف إصابة قوية كلفت الغياب عن بطولة كأس الخليج. لكن مدرب منتخبنا الوطني اللي استدعى محمد عادل وقتها كبديل لإسماعيل عبد اللطيف أصر على مرافقة إسماعيل لبعثة المنتخب اللي غادرت أرض الوطن للمشاركة في بطولة خليجي 24. وكنا بعد إعادة القرعة في المجموعة الثانية بجانب السعودية وعمان والكويت، فاستعدينا لأيام قليلة في الدوحة قبل ظهورنا الأول في مواجهة عمان على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الحيل، واللي انتهت سلبية رغم أفضليتنا الكبيرة في هالمباراة. دخل مدربنا المباراة اللي بعدها بنفس الفلسفة اللي قدمها في بطولة غرب آسيا بإشراك 11 لاعب مختلف عن المباراة الأولى، فكانت خسارتنا الأولى بنتيجة 2-0 واللي هزت ثقة الجمهور في المنتخب وفي فلسفة المدرب. بعدها رحنا للجولة الثالثة والأخيرة، وللحين عندنا أمل بالتأهل مع حسابات معقدة جدا، فلعبنا في مواجهة الكويت على استاد خليفة الدولي بعد يومين بس، وبفضل فلسفة مدربنا كنا في وضع بدني أفضل من الكويت بوايد، على اعتبار بأن التشكيلة اللي لعبت ضد الكويت هي اللي شاركت في المباراة الأولى وحصلت على قسط أكبر من الراحة، ففرضنا سيطرتنا التامة على هذه المباراة، ورغم الكثير من الفرص اللي حصلناها في الشوط الأول إلا أن اكتفينا بهدف واحد بس من علي مدن في نهاية الشوط. البحرين خطيرة، جول 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 الأحمر البحريني يسجل، نعم علي مدن، علي مدن يتقدم للبحرين. وفي الشوط الثاني وإحنا نبحث عن زيادة أهدافنا رجعنا لنقطة الصفر بركلة جزاء للكويت. ركلة جزاء يأتي القرار، يوسف ناصر، يوسف ناصر، جول. نفس اللاعب رجع وقلب المباراة علينا بتسجيل الهدف الثاني، لكن تدخل الفار وألغى الهدف لوجود خطأ قبل التسجيل. عملية مسك، هل كانت هناك عملية مسك؟ نعم، فيما يبدو هناك حالة مسك، يقرر إلغاء الهدف. نعم، يقرر إلغاء الهدف. بعدها استعاد منتخبنا توازنه وقدر يسجل الهدف الثاني عن طريق جاسم الشيخ. واستطاع البديل تياغو أوغوستو من تحقيق المطلوب بتسجيل الثالث لمنتخبنا. الكرة عرضية بحرينية، الثالث، جول جول للبحرين. لكن أزرق الكويت سجل هدف التقليص عبر أحمد الزنكي وعاد حظوظه بالتأهل. منتخبنا ما فقد الأمل ورمى بكل ثقلة لين ما سجل الهدف الرابع عن طريق تياغو أوغوستو. انتهت المباراة المثيرة بفوزنا 4-2 وصعودنا للدور نصف النهائي من البطولة لمواجهة متصدر المجموعة الأولى. تحديد لك يا أبو حمد، وإن شاء الله ما لأصحاب الزعام إلا الزعام، وإن شاء الله كأس الخليج وصل لك.
وفي نصف النهائي رجعنا لمواجهة منتخب العراق للمرة الرابعة في سنة 2019، ولكن هالمرة في طريق حلمنا الكبير اللي بدأ الكل يؤمن به أكثر وأكثر ويوثق بالأحمر زيادة. فحضرت الجماهير بقوة لمباراة نصف النهائي، ومن المطار كانت تغني ليغيم الغيم انزل يا مطر بناخذ الكاس من دوحة قطر. منتخب العراق في هالمباراة تقدم بالهدف الأول بعد 6 دقائق بس عن طريق مهند علي، لكن منتخبنا رد عليه بالتعادل برأسية عبد الله الهزاع. اللعبة جول جول الهزاع، الهزاع يسجل هدف التعادل لمصلحة المنتخب البحريني. دقائق ويرجع العراق يتقدم بهدف إبراهيم بايش، والكرة الخطيرة انحطت. الله، منتخبنا أصر على تعديل النتيجة قبل العودة لغرف الملابس، فسجل محمد مرهون هدف التعادل بطريقة رائعة. محمد جاسم مرهون يسجل هدف التعادل. شب 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 ولاحظ معي، يا سلام، استقبال جميل وترويض الكرة أجمل الحقيقة. شب 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 ولاحظ معي الكنترول الرائع من محمد جاي. يا سلام يا سلام، كنترول رائع من محمد جاسم مرهون، ينفرد بمرمى جلال حسن وبالتالي يزور الشباك العراقية ويسجل. المباراة باحت بكل أسرارها في الشوط الأول، فما كان في أي جديد لا في الشوط الثاني ولا في الإضافي الأول ولا حتى في الإضافي الثاني، فصار لازم نروح للركلات الترجيحية لحسم المتأهل. أول الركلات تقدم لها من جانب منتخبنا محمد الحردان، بعدها عدل النتيجة للعراق علي فايز، وفي نفس الزاوية تقدمنا بفضل جاسم الشيخ، ويرجع العراق يعدل النتيجة مرة ثانية عن طريق طرغام إسماعيل. الركلة الثالثة تقدم لها محمد مرهون، ويتواصل السيناريو مع إبراهيم بايش. رجعنا بعدها للتقدم في الركلة الرابعة عن طريق تياغو أغوستو، وبعدها جاءت نقطة التحول مع محمد قاسم. ركلة الحسم الخامسة والأخيرة تقدم لها علي مدن، مبروك للبحرين، مبروك للبحرين، وبكذي تأهلنا لأول مرة للمباراة النهائية لكأس الخليج من صارت بنظام المجموعتين والأدوار الإقصائية. And will be a game that the both teams need to win, want to win. For sure will be a good game for the fans and for one more very good experience for our players too. المباراة النهائية لخليجي 24 والخطوة الأخيرة للوصول لحلمنا اللي انتظرناه من 49 سنة كانت في مواجهة المنتخب السعودي، وفي 8 ديسمبر لعام 2019 في مباراة شهدت توافد جماهيري كبير من البحرين لدعم الأحمر. والسؤال الأول اللي محير الجمهور والفريق المنافس والمحللين والمعلقين والمنتخب اللي نلعب ضده، شلون راح تكون تشكيلة منتخبنا في النهائي؟ دخل منتخبنا لأرضية ملعب استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، وكان مبدأ المداورة لا زال مستمر مع المدرب، فكانت التشكيلة هي اللي لعبت مباراة عمان والكويت وحارسها سيد محمد جعفر. وفي مشهد عفوي من الغريب أن تشوفه في المباريات الدولية بين منتخبين يلعبون في مباراة نهائية، لكن بين البحرين والسعودية طبيعي جدا أنها تصير. الجماهير كلها تردد النشيد الوطني للمنتخبين. الله
المباراة بدأت برتم عالي جداً وسريع وهجمات متبادلة للفريقين، وكلها 3 دقائق ويرسل سالم الدوسري أول تهديد، وقبل لا تكمل 10 دقائق الأولى يحصل الأخضر ركلة جزاء. وقفت قلوبنا وحسستنا أن المباراة وايد ثقيلة وايد صعبة. يا سلام يا سلام، ضربة جزاء ضربة جزاء، وش يقول لك؟ غيم الغيم حول يا مطر. لكن الكابتن سلمان الفرج ما توفق في تسجيلها، وكانت هذه القرصة اللي احتاجها منتخبنا لاستعادة توازنه. فرجع الأحمر بسرعة في جو المباراة وبدأ بتهديد مرمى فواز القرني، لكن ما حد من المنتخبين قدر يوصل للشباك في الشوط الأول. وفي الشوط الثاني تواصل السيناريو بين شد وجذب للمنتخبين لغاية ما وصلنا للدقيقة 68، واللي ظهر فيها محمد الرميحي وسجل أول أهدافه في البطولة وأغلاه. الرميحي ولع النهائي، عشرين دقيقة باقي على نهاية المباراة، مرت علينا وكنها 20 سنة. المنتخب السعودي حاول بكل قوة لتعديل النتيجة، لكن رجال الأحمر صمدوا بكل بسالة أمام كل الهجمات السعودية، ومن وراهم سيد المرمى سيد محمد جعفر. لاعبين طوال أمام المرمى، الدربكة ينقذ الموقف. السيد محمد جعفر كأنك بتحمل، أنا خلاص انتهت انتهت. يا هي لقطة، يا هي لعبة، يا هي ليلة، يا هي لعبة في هذه الليلة. اللقطة الخطيرة والحلم اللي طال انتظاره ضاع. شوب 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 شوب، كادت أن تعطي هدف التعادل، وبالتالي لو أتى هدف التعادل عندئذ كل شيء ممكن يصير. يمكن كي يضيع اللقب، يمكن يروح اللقب للمنتخب السعودي، لكن السيد جات صافرة النهاية وأعلنت تتويجنا التاريخي بكأس الخليج العربي لكرة القدم بعد 49 سنة من الانتظار. لتنطلق الأفراح في كل مكان بهالإنجاز الكبير، وليلتها فعلياً ما نامت البحرين، وتم إعلان اليوم الثاني عطلة رسمية في مملكة البحرين بهالمناسبة. Was fantastic. The players were incredible, and all of us believe that it's possible. واخيرا يعني صارت اخيرا الحمد لله عقب 50 سنة، اعتقد ان احنا نستاهل الحين. هو فعلا عامر ذهب. الف مبروك لشعب البحرين، يستاهلون صراحه هاي الفوز اللي انتظروه من 50 سنة. الحمد لله قدرنا نفرح الاهل والناس، وخلينا الشعب كله ملتفت حول المنتخب. هدفنا كان تفرح البحرين وفرحت البحرين، اللهم لك الحمد والشكر. ألف 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 مبروك للبحرين. الفوز ما يجي من فراغ، يا من تعب من جهد،
الكل متكاتف، الكل متعاهد انه يقدم افضل ما عنده، مو بس في هالبطوله، في البطولات الجايه. فرحه ما توصف صراحه، يعني صعب احصل كلمات توصف فرحتنا. فرحانين لهالشعب اللي من سنين ينتظر هالفرحه. Thank you for the fans come support the all of us deserve. We work very hard, staff, coach, everybody. كنا احنا في حلم صراحه ان قدرنا نحقق هالانجاز حق مملكه البحرين عقب طول هالسنين. الجنود المجهولين دائما وراء الانجاز هم الجهاز الفني والجهاز الاداري اللي طبعا عملهم دائما في الخفاء، لكن الكثير من الجماهير لاحظ العلاقه الوطيده بين اللاعبين اصحاب هذا الانجاز وبقيه اعضاء الجهاز الفني والاداري. احنا خلينا ندخل عليهم. جوزيه كارنيرو اول واحد مساعد المدرب. جوزيه، what you can say about this achievement? It's a wonderful thing. Since we arrive here, we believe all the time that we can conquer things. With these players, these wonderful players. This is for our fans, for all the Bahrainis that supporters, for that comes that they are in Bahrain, they are celebrating now. These guys are amazing. We do our job with love, with work hard every day, but if the players is the most important. With this kind of mentality, with this kind of concentration, determination, and lots of intelligence, because Bahrain players have this intelligence. They like to work, they like to learn, and I think that we achieve in 6 months. We achieve two good tournaments, two good cups. I think that we deserve this competition. وكنا احنا الاجدر يعني، واحنا حسينا احنا كجهاز فني من عقب مباراه الكويت ان احنا راح نتقدم في البطوله وراح نوصل المباراه النهائيه. نقصنا بس ايمان، عندنا مواهب، عندنا جهود، عندنا افكار ممكن نطبقها، بس ناقصنا كان ايمان. فالحمد لله رب العالمين. الفوز مو بسهل يعني، وراه مجهود كثير 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 عالي. منتخبنا غادر الدوحه صباح اليوم الثاني ورجع للبحرين، وبالفعل استقبال الابطال. وبعد الاستقبال الرسمي صعد منتخبنا لجولة الباص المكشوف، وفي طلعته من المطار تفاجأ بأن البحرين كلها كانت في استقباله، وفي مسيرة ما صارت ولا استوت في البحرين من المطار لحلبة البحرين الدولية. كانت الجماهير تستقبل وتشجع منتخبنا طول الطريق، ولما وصل للحلبة لقى في المدرج المزيد من الجماهير في انتظاره. فكان فعلا استقبال الأبطال، واستقبال يعكس لهفة جمهورنا لهالبطولة الغالية وفخرهم بهالإنجاز اللي أبو عيالهم. بعدها تم إقامة العديد من الفعاليات لتكريم منتخبنا بمشاركة الجماهير والجميع، وتبقى هذه الأغنية هي اللي ارتبطت فعلياً بالإنجاز الكبير. وبالتأكيد يبقى التكريم الأكبر لمنتخبنا هو اللي احتضن صرح الميثاق الوطني، وفيه تشرف الأبطال بمقابلة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه اللي قلدهم بوسام العمل الوطني من الدرجة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال البحرين الكرام، أحييكم بأجمل تحية في هذه المناسبة التاريخية التي أدخلت الفرح على قلب كل أهل البحرين، وأبارك لكم فوزكم المستحق الذي جاء كرسالة بالغة الأهمية بتجسيدها لقدرة شعبنا الوفي
على التنافس المسؤول والمنضبط في كل ميادين العمل، والمحافظ على روح الوحدة الوطنية في صعوده لقمم العطاء والإنجاز في مسيرة الخير. هذه كانت آخر قصصنا في ذاكرة الأحمر. نتمنى تكون هناك المزيد من النجاحات لمنتخبنا الوطني ولرياضتنا البحرينية، ونتكلم عنها في المواسم القادمة.